بروح مرتاحة خدني الذوق بجناحة جيت بروح مرتاحة لقيت الريح بالجان معاني الفرح ألوان لقيت الريح بالجان معاني الفرح ألوان لقيت الشمرة بلان. أعزائي المشاهدين، إخواني الفلاحين، إخواني المزارعين، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من المجلة الزراعية. إخواني الفلاحين، إخواني المزارعين، تدرون شقد نفرح ونتفائل بالخير عندما نلتقي خلال تجواننا في محافظاتنا الحبيبة ببعض الأخوة الفلاحين والمزارعين والمستثمرين شركات وأفراد، لما نشوفهم مؤدين كل ما عليهم من واجبات لخدمة الأرض واتباع الطرق الصحيحة بالزراعة، وبالتالي الحصول على الإنتاج المخطط والمطلوب منهم، المطلوب منهم تسويقه وأحيانا أكثر مما مطلوب منهم. وللأسف نتألم لما نشوف حالات هنا وهناك ما تتلائم مع المرحلة أو الظروف اللي نعيشها. إخواني الفلاحين، إخواني المزارعين، كلكم تعرفون بأن هنالك قرارات مركزية وتعليمات تحدد بموجبها تسويق بعض المحاصيل المهمة إلى الدولة حصرا، ومنها الحنطة والشعير والشلب وزهرة الشمس والذرة الصفراء. وتعرفون الفلاح أو المزارع الفلاني عنده قاع يزرع هلقد حنطة هلقد شعير، مؤشر المعلومات كلها في شعبة الزراعة وفي مديرية الزراعة، عليه أن يسوق هلقد حاصل حنطة أو شعير. الدوائر المعنية وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والمعادن، هيئة التصنيع العسكري، وزارة النفط، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الري، جهات أخرى متعددة وفرت كل المستلزمات الممكنة للأخ الفلاح والمزارع حتى يستثمر قاعة ويساهم بشكل جاد في توفير الغذاء لأبناء شعبنا العراقي العظيم. الجهات المعنية وفرت الأسمدة، البذور، المبيدات الكيميائية، بعض الأدوات الاحتياطية،